بكم مشاهدينا، هذا اللقاء الأسبوعي معكم على شاشة النيل للأخبار وبرنامج إفريقيا، نظرة على شأن الإفريقي وكل ما يتعلق بملفات القارة السمراء الساخنة وأهم القضايا التي تشغل شعوبها. في هذه الحلقة نجري لقاء خاصا مع معالي سفير رواندا في القاهرة الشيخ صالح بمانا. نستعرض في هذا اللقاء العلاقات الثنائية فيما بين مصر ورواندا وتاريخها، إلى جانب مجمل العلاقات بين دول حوض النيل ورؤية رواندا نحو مستقبل أفضل لها ولتدعيمها. تكتسب العلاقات المصرية الرواندية أهمية تاريخية كبيرة لأسباب عدة، من ضمن هذه الأسباب كونها من دول حوض النيل، فمصر إحدى دول المصب ورواندا من دول المنبع، وتقع بالهضبة الاستوائية المصدر الثاني لمياه النيل. هناك عدد من القواسم المشتركة التي تربط فيما بين مصر ورواندا، فضلا عن عضويتهما بعدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومبادرة حوض النيل والشراكة المائية لشرق إفريقيا ومنظمة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية. محاور عدة نطرحها في سياق حوارنا الخاص مع سفير رواندا في مصر الشيخ صالح بمانا، لكن كالمعتاد نتوقف في بداية هذه الحلقة مع جولة إخبارية نستعرض فيها أهم أحداث مختلف دول القارة السمراء على مدار أسبوع. أولى أخبارنا مع اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدة إيلين جونسون رئيسة ليبيريا السابقة ورئيسة الفريق الإفريقي رفيع المستوى المعني بالهجرة، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. خلال هذا اللقاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييد مصر لجهود الاندماج على مستوى القارة الإفريقية في كافة المجالات، بما فيها ربط القارة ببنية تحتية متطورة من الطرق والسكك الحديدية، مما يتيح التكامل لمختلف دول القارة بأبعادها المختلفة اقتصاديا وأيضا اجتماعيا، ليكون الطريق الأمثل لتنمية دول القارة. وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى إيمان مصر بالتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتحرير التجارة البينية بينها، ليس فقط بإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، ولكن أيضا بتطبيق إجراءات عملية على أرض الواقع لتكون بمثابة آليات تنفيذية فاعلة لتلك الاتفاقيات وتعظم من قيمتها، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية. معي عبر الهاتف سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير سيادة السفير. بخير، اهلا وسهلا. اهم ما تم التاكيد عليه خلال لقاء الرئيس بالسيده إيلين جونسون رئيسه ليبيريا السابقه كان هو مضمون السياسه الخارجيه المصريه تجاه افريقيا، مستقبل افضل يتحقق بالتكامل الافريقي. بشكل عام بجانب هذا اللقاء، كيف ترى الخطوات نحو تحقيق ذلك افريقيا؟ في الحقيقة أن عودة مصر إلى ممارسة دورها الطبيعي والتقليدي في القارة الأفريقية بعد فترة من إهمال هذه العلاقات مدة 10 سنوات منذ محاولة اغتيال الرئيس مبارك سنة 1995 في أديس أبابا، وحدث نوع من الجفاء وعدم حضور الاجتماعات الأفريقية. الرئيس مبارك لمدة 10 سنوات كان لا يحضر القمم الأفريقية، والرؤساء الأفارقة كانوا يشكون لأن العلاقات بين الرؤساء وعلى مستوى القمة في القارة الأفريقية بالذات علاقات في غاية الأهمية. ومن هنا عودة مصر إلى ممارسة دورها الطبيعي في القارة الأفريقية، والزيارات المتكررة لرئيس الجمهورية إلى الدول الأفريقية يدعم العلاقات مع القارة الأفريقية من ناحية، ثم إن مصر أيضا ستكون رئيسة الاتحاد الأفريقي ابتداء من العام القادم. نعم. يعني في العام القادم ستكون الرئاسة رئاسة الاتحاد الأفريقي عند من الرئيس المصري، ومن هنا فاهتمام مصر بالقارة الأفريقية اهتمام عادي طبيعي جدا جدا، خصوصا أن احنا ننتمي أيضا إلى دول حوض النيل، ومسألة المياه ومشاكل يعني سد النهضة، كل هذه الأمور تدخل في إطار الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى، ومسألة حياة أو موت بالنسبة إلى مصر. نعم. من هنا فدعم علاقتنا مع الدول الأفريقية أمر في منتهى الأهمية.
صحيح. طيب سريعا سيادة السفير، السيدة إيلين جونسون جاءت كونها أيضا رئيسة الفريق الإفريقي المعني بالهجرة. ملف الهجرة الآن أصبح من التحديات المهمة في القارة السمراء، كيف ترى هذا التحدي وكيف يمكن مواجهته؟ في الحقيقة هذا التحدي صار تحديا للقارة الأفريقية وللقارة الأوروبية أيضا، لأن الدول الأوروبية تعاني من مشاكل الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، ومشاكل مفهوم المشاكل الموجودة في ليبيا حاليا، ومن هنا يتجمع المهاجرون إلى ليبيا غير الشرعيين ويتجهوا إلى أوروبا، وخلقوا مشاكل كثيرة جدا بالنسبة إلى إيطاليا وإلى ألمانيا وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية. فمسألة الهجرة غير الشرعية مسألة في غاية الأهمية، ويعني مواجهة هذه المسألة تقتضي دعم العلاقات بين الدول الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية داخل الدول الأفريقية ومواجهة الفساد داخل الدول الأفريقية من أجل خلق فرص عمل للأفارقة. نعم. ومن هنا التقليل من مشكلة الهجرة بقدر الإمكان، فالتنمية الاقتصادية ومواجهة الفساد ودعم نعم. العلاقات والاستثمارات في أفريقيا ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية أو اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وتعاون الدول الأفريقية مع بعضها بإطار التعاون جنوب جنوب، لأن الدول الأفريقية تعاني نعم. أيضا من مشاكل الدول الكبرى كلها داخلة على أفريقيا حاليا، الولايات صحيح. المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، الهند، كل الدول، البرازيل، كل الدول نعم. وإسرائيل، كل هذه الدول تتجه إلى أفريقيا، ومن هنا فتعاون بين الأفارقة كتعاون جنوب جنوب أمر في منتهى الأهمية. أشكرك أشكرك سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. كشف رئيس نيجيريا محمد بخاري ومنافسه الرئيسي رجل الأعمال أتيكو أبو بكر عن برنامجيهما الانتخابية يوم الاثنين، وبذلك يعطي إشارة حول بدء حملة الانتخابات الرئاسية قبل 3 أشهر من الاقتراع المقرر في 16 من فبراير القادم، وسيكون على ناخبي نيجيريا الذين يبلغ عدد سكانه أكثر من 180 مليون نسمة ويشكل القوة النفطية الأولى في إفريقيا الاختيار بين 87 مرشحا، لكن المنافسة الحقيقية ستكون بين رئيس المنتهية ولايته مرشح حزب مؤتمر التقدميين وقائد المعارضة مرشح الحزب الشعبي الديمقراطي. معي عبر الهاتف الدكتور ماهر شعبان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور ماهر. في رأيك يعني كيف ستسير الانتخابات في نيجيريا؟ هل متوقع مشاحنات أم تسير بالشكل يعني المرجو من دولة إفريقية بلغت بالفعل النضج في ممارسة الديمقراطية؟ بالطبع نحن أمام أمرين، إما أن تسير الانتخابات بصورة الديمقراطية وإما أن تسلك سبل المشاحنات، لكن جرت العادة أن معظم الانتخابات الإفريقية كالعادة لا تسير معظمها بطريقة ديمقراطية، إنما يتم هناك مشاحنات كثيرة. ولكن لفت نظري أن عدد المرشحين في الانتخابات النيجيرية يقترب من 87 مرشحا، وهو عدد كبير، وهو يعطي مؤشر هام على أن الديمقراطية موجودة، ولكن الوضع الحقيقي والمنافسة الحقيقية ستكون بين الرئيس المنتهي ولايته ومرشح زعيم المعارضة. هكذا يقتنع كل النيجيريين الذين يبلغ عددهم قرابة 180 مليون نسمة والكتلة الانتخابية كبيرة، ونتعشى من خلال هذه الكتلة الانتخابية أن تمر هذه الانتخابات بسلام وأن يجمع الشعب النيجيري بطريقة ديمقراطية على اختيار رئيسه الجديد، أيا كان الرئيس المنتهي ولايته حاليا أم زعيم المعارضة. أيا كان الأمر نحن نتمنى كأفارقة أن تنتهي هذه الانتخابات على خير، ولكن المنصف بالنظر هي الطريقه التي تم بها الحقيقه الاعلان عن بدء الحملات الانتخابيه ب3 أشهر، وهذا يدل على شيء لما سيدل على ان نيجيريا تسير الى حد كبير على الطريق الصحيح، ونتمنى الا يحدث كما حدث في الماضي في الانتخابات الرئاسيه في الدوله النيجيريه. اشكرك دكتور ماهر شعبان استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الافريقيه. قالت مصادر أمنية إن هجمات نفذها متشددون إسلاميون أسفرت عن مقتل نحو 100 جندي في شمال شرق نيجيريا في الأيام القليلة الماضية. مجلس الشيوخ النيجيري من جانبه علق اليوم جلسته حدادا على 44 جنديا
قتلوا بعد هجوم في ميتيلي بولاية بورنو شمال شرق البلاد يوم الأحد الماضي. وقالت المصادر الأمنية إن نحو 100 قتلوا في هذا الهجوم، إلا أن حصيلة القتلى رغم ذلك ليست نهائية، ما يؤشر إلى قوة هذا الهجوم الإرهابي. مصر ورواندا تربطهما علاقات تاريخية. يكفي أن نقول أن مصر من أوائل الدول التي أقامت سفارة لها في العاصمة كيغالي اعترافا باستقلال رواندا، وربما هذه الواقعة شاهدة على خصوصية وتاريخ العلاقات فيما بين البلدين. كون البلدين يربطهما نهر النيل أيضا هذا دليل على قوة العلاقات، وهناك رغبة جادة من الجانبين المصري والرواندي في تطوير هذه العلاقات على كافة المستويات، وعلى رأسها الاستثمارات المصرية المتواجدة في رواندا بقوة. طبعا الجانب الاقتصادي وغيره من الملفات نطرحها للنقاش باستفاضة مع حوار خاص مع سفير رواندا في القاهرة الشيخ صالح هابيمانا الذي يشرفنا في هذه الحلقة من إفريقيا، ولكن بعد هذا التقرير. العلاقات بين مصر ورواندا علاقات ربانية. بهذه الكلمات وصف سفير رواندا بالقاهرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث تتبنى رواندا مبادرة لتنظيف مياه النيل وحمايته بالتنسيق مع مصر، مشيرا إلى أن بلاده ترفع شعار التشجير من أجل زيادة مياه النيل عبر الأمطار. في عام 1989 تم إنشاء اللجنة المصرية الرواندية المشتركة، حيث عقدت الجولة الثنائية من اللجنة المصرية الرواندية المشتركة في الفترة من 7 حتى 10 من سبتمبر 2009 برئاسة وزيري خارجية البلدين. تعد مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال رواندا عن الاحتلال البلجيكي، وكانت أيضا من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في العاصمة كيغالي. كما ساهمت مصر بدور فعال لإقرار الأمن والسلام بمنطقة البحيرة العظمى، حيث عقدت بالقاهرة في عام 1995 قمة البحيرة العظمى التي كانت بداية طيبة على طريق إقرار المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية هناك. إلى جانب كل هذا يوجد عدد من الاتفاقات بين البلدين، على رأسها اتفاق التعاون العلمي والثقافي والفني الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1978، واتفاق التجارة وتم توقيعه في عام 1979 ودخل حيز التنفيذ في عام 1990، وكذلك مذكرة تفاهم للتشاور الدبلوماسي المنتظم بين وزارتي الخارجية في البلدين في عام 2007. مشاهدينا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من إفريقيا سيادة سفير رواندا في القاهرة الشيخ صالح هابيمانا. أهلا بك معنا سيادة السفير في برنامج إفريقيا. ويعني بالحديث عن العلاقات المصرية الرواندية نجد أنها لها تاريخ وخصوصية كبيرة من التفاهم والتضامن أيضا فيما بين الدولتين في الأوقات الصعبة. كيف نلخص شكل تاريخ العلاقات المصرية الرواندية؟ طبعا قبل كل شيء نقدم شكرنا وتقديرنا للقناة، تحيات الرونديين الذين عمرهم تقريبا 25 سنة بعد المجزرة سنة 1994، حيث قتل أكثر من 1 مليون بشر في 100 يوم من قبيلة التوتسي. تحيات طبعا من فخامة الرئيس بول كاغامي
الذي أرسلني هنا سفيرا. كما أشرت التاريخ لافتتاح السفارة سفارة مصر العربية في رواندا التاريخ يرجع إلى سنة 1975 الآن تقريبا 43 سنة عندنا سفارة مصرية في رواندا. وأوائل الثمانينات افتتحت السفارة الرواندية هنا في مصر، ولكن مع كل الأسف بعد المجزرة مباشرة طبعا الدولة كانت قد دمرت اقتصاديا، كنا مجبرين أن نغلق بعض السفارات ومن ضمنها سفارة هنا في مصر، وتم افتتاح من جديد. أغلقنا السفارة سنة 2000 شهر 4 وتم افتتاح من جديد سنة 2015 شهر 7. صار أنا موجود هنا تقريبا 3 سنوات ونصف. نعم. ويعني ربما ما تفضلت به سيادة السفير يشير إلى نقطة جديرة بالذكر فيما يتعلق برواندا. بعد المجازر يعني التي قضت على رواندا اقتصاديا، استطاعت رواندا أن تنهض من عثراتها الاقتصادية وتقوم بجهود عدة على الصعيد الاقتصادي، على صعيد التعليم. هناك جهود عدة في محو الأمية، إنشاء الحكومة الإلكترونية. كيف استطاعت رواندا أن تحدث هذا التحول بعد دمارها اقتصاديا؟ أصلا كما تعلم القادة والرئيس بالخصوص لهم دور واسع جدا في بناء الأوطان وتدميرها، في بناء الأوطان وتدميرها. عندنا كنا محظوظين لأن بعد المجزرة مباشرة جاءنا فخامة الرئيس بول كاغامي وحققت طموحات الرونديين أن نكون متحدين. صار هنا بدأ الإرادة الشعبية، إرادة الشعب التي لا تريد الموت، إرادة الشعب التي لا تريد أن ترى نفسها وراء الناس. صار النمو عندنا يعتمد كثيرا على الشعب الروندي، الشعب الذي يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وكذلك وهناك الإرادة كمان السياسية التي تحاول أن تنشط الشعب علشان يتجه نفس الاتجاه المرجوة. نعم، يعني وحدة الرواندين كانت هي نقطة الانطلاق. عندما نتحدث عن الدول الإفريقية ربما الصورة الذهنية واللي وقعت يعني فريستها بعض الدول الإفريقية مع الأسف كانت الانقسامات، سواء العرقية أو القبلية أو المذهبية حتى. رواندا هل نستطيع أنها أن نقول أنها نجت من ذلك وعرفت طريقها نحو الوحدة؟ طبعا نجت كما أشرت سابقا، وأن الدول تدمر على أيد الرؤساء وتنمو على أيد الرؤساء. رئيسنا عندنا في رواندا قال لنا أنتم الروانديون اعلموا أن تنتقم ويزيد الانتقام، لذلك الانتصار أو انتصار على الانتقام يجب أن لا تنتقم، يجب أن لا تنتقم. وفي بعض الأحيان تقدم قلبك أمام الذي ارتكب المخالفة وتكون يدا له، عونا له. في الإنجليزية يقولون forgive and forgiveness، هي سياسة التسامح، سياسة التسامح. صار أصلا عندي في رواندا عندما تقول تسامح نعني التسامح، عندما تقول تسامح نعني أن الإنسان الذي قتل إنسان يرجع إلى الوطن من جديد ويعيش آمنا مطمئنا في أهله. عندما نقول تسامح نقول أن دولتنا لا نريد أن نرى موت بعد هذا، لأن رأينا الموت وكفاية كفاية. صار التسامح عندنا يرجع إلى الرئيس الذي أمرنا وعلمنا أن الانتقام يزيد في الانتقام. نعم. وتنتصر الانتقام بعدم الانتقام. يعني إنه سياسة الانتقام كانت ستجر رواندا إلى سلاسل جديدة من الحرب الأهلية التي لن تنتهي. نعم نعم نعم. ورواندا استطاعت يعني أن استطاعنا كما أشرت طبعا المنفذ رقم واحد هو الإنسان الرواندي الذي يسمع ويطيع، الإنسان الرواندي الذي يعمل برنامج لنموه واقتصاده وتطوراته، وبالتالي تأتي الحكومة والإرادة السياسية التي تبقى دائما حصينا لهذه الأفكار. نعم. البناء. نعم. سيد سفير، نصيب الاستثمارات المصرية في رواندا كيف تلخصها لنا، ولماذا دوما يعني هناك حاجة أو حديث لتدعيم العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية؟ أصلا نرجع لهذه النقطة لأن كما تعلم هناك ما يسمى بمنطقة البحيرات العظمى. نعم. منطقة البحيرات العظمى
والجميع يعرفون أن منطقة البحيرات العظمى مملوء بكل خيرات. أصلا بعض الناس يقولون أنها مقبرة 60% من مخزون العالم لكل الأحجار الثمينة. صار تبقى رواندا مدخل إلى منطقة البحيرات العظمى. في بعض الأحيان تكون المنطقة ساخنة وحارة، ولكن الجميع يعترفون أن رواندا واحة الأمن في منطقة الحارة. صار باعتبارها بوابة، كل واحد يتجه إلينا. باعتبار رواندا الآن على الأقل لها شفافية في الحكم، لها كل ما يتطلب أن يكون الإنسان مستقر في الوطن، الأمن ومشاركة النسوة الشباب وما إلى ذلك، الجميع يتجهون إلينا لأننا نعتبر مدخل إلى منطقة البحيرات العظمى. سؤال العلاقة الرواندية المصرية الاقتصادية يأتي أو تأتي في هذا المنطلق، في أيضا إطار مدخل رواندا نحو منطقة البحيرات العظمى. كيف ترى حجم الاستثمارات الحالية؟ هل تليق بقوة العلاقات المصرية الروندية؟ ما زال ولكن مسرورين، على الأقل وصلنا إلى مرحلة حيث نرى على الأقل في كل شهر هناك وفد مصري مستثمر في رواندا. على الأقل نرى في كل شهر هناك زيارات تفقدية. أكثر القطاعات التي يتم فيها الاستثمار في رواندا من قبل في البنية التحتية، أصلاً في البنية التحتية والتجارة كمان والتصنيع، أخيراً رأينا التصنيع والملاهي. على سبيل المثال عندنا 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 دكتور أحمد بهجت دريم باك، سينشئ إن شاء الله قريباً نفس الملاهي في رواندا. صار هناك تحركات مصرية إلى رواندا وهناك تحركات رواندية إلى مصر. رأينا أخيراً أن زاد العدد للرواندين الذين يتسوقون هنا. كثيرا ما رأينا رونديون يشترون منتجات مصرية في أسواق أخرى في دول أخرى، ولكن الآن رأينا أن على الأقل أناس رونديين يأتون هنا لشراء نفس المعدات التي كانوا يشترونها خارج مصر. على سبيل المثال هناك ما يسمى ايديل ستاندرد، بدون أسماء. هذه الأشياء متواجدة، ترى أصبحت منتشرة في رواندا بشكل كبير، ولكن سابقا كنا نشتريها خارج مصر. وبالتالي تفسيرك لذلك انه المواطن الرواندي اصبح ياتي الى مصر، الى مصر لماذا؟ لان مصر في كوميسا، فان تلك الاسواق التي كنا نشتري منها نفس المعدات المصريه مش في كوميسا. صار من حيث الضرائب الانسان الرواندي يستفيد. يعني بالنسبه للمواطن الرواندي بما ان مصر ورواندا اعضاء في الكوميسا بتكون الضرائب يعني خفيفه، شبه نسبتها أقل من دول اخرى. مصر ورواندا يعني تنضمان في عدة منظمات وتجمعات إقليمية بجانب الكوماسا. المزايا اللي بتضاف للمواطن الرواندي من وجود مصر ورواندا في هذه التجمعات، وأيضا للمواطن المصري، يعني لدينا مبادرة النيباد. أيضا رواندا من الدول التي وقعت على منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية. المزايا التي تعود على المواطنين سواء في مصر أو رواندا من اجتماع الدولتين في هذه التجمعات. نبدأ بمصر. مصر منتجة، مصر تم توسيع قناة السويس، هذا يعني أن تحركات السفن والسفرات المائية هتزداد. الآن والأول مرة على الأقل في هذه السنة رأينا أن المنتوجات المصرية تصل لرواندا في 20 يوم. سعر المستفيد رقم واحد في التجارة البينية ما بين الدول الإفريقية ورواندا بالخصوص، التجارة المستفيد رقم واحد مصر، لأنه منتج، الإنسان المصري منتج وبكمية كبيرة، ومعظم الدول الإفريقية مستهلك، نستهلك من خارج القارة. صار على الأقل الآن نستهلك من قارتنا. أموالنا تنتقل من الدولة إلى الدولة، وبالتالي نفس الدول الإفريقية هتكون لها إرادة سياسية، انتماء إلى القارة لبناء نفس المؤسسات في رواندا. على سبيل المثال هناك بعض الشركات المصرية حاليا التي بدأت تفكر في إنشاء تصنيع محلي في رواندا. أردت كيف؟ صار المستفيد رقم واحد في هذا التجارة البينية إنسان مصري. أما إنسان رواندي سيستفيد في ماذا؟ هو في كوميسا، صار الضرائب هتقل، سيستفيد. رقم اثنين يجد منتجات على حسب إرادته هو. رقم ثلاثة أنه لا يخرج في قارته، عندما يكون هنا في مصر يعرف أنه في إفريقيا، مش غريب. وبالتالي الإنسان الرواندي عندما يصل هنا، سمعت من معظم الشباب الذين جاءوا هنا أخيرا يقولون لو ننسى شوية الألوان، ولكن الإنسان الإفريقي الذي نعرفه في الكتب نجده هنا في مصر، طويل عريض قوي، الإنسان القوي الذي بنى الأهرامات بدون الماكينات،
شفت يرون هذا الأشياء هنا في مصر. يعني هذه نظرة أرواندين إلى الإنسان المصري. الإنسان عندما يأتون لشراء معدات وما إلى ذلك يرون أنفسهم في قارتهم وبالتالي كثيرا ما يقرؤون أن تنقلات السفريات على النيل وتنقلات الشعوب على النيل ويرون أنهم ما زالوا في إفريقيا. نعم. صار إنسان رواندي هيستفيد في الضرائب شراء المعدات المطلوبة عنده طبقا لإرادته. وبالتالي عندما يكون هنا ليس هناك تفرقة. عندما يأتي هنا إنسان رواندي يقابل صاحب المصنع. عندما هذا مكان الثاني في العالم ليقابل صاحب المصنع. لماذا؟ لأنه هذا في قارة أخرى. أما هذا هنا في مصر يتسوق عند أبناء قارته. هو يبدو سيادة السفير أنه حتى الجالية الرواندية هنا في مصر يعني تشعر كأنها في بلدها. هناك مبادرة يعني شديدة يعني الاحترام يجب التوقف عندها من قبل الجالية الرواندية، وهي قيامهم بتقليد في كل آخر سبت من كل شهر بمبادرة للتنظيف والتشجير. شكل هذه المبادرة وكيف دارت الفكرة وإيه المناطق اللي بيتواجد فيها الرواندون لتنفيذ هذه المبادرة؟ أولا سأقدم شكر وتقديري إلى مع الوزير مياه وري. أصلا نعم سفراء من حوض النيل نسميه وزير حوض النيل في حكومة المصرية لأنه يستمع إلينا عندما نطلبه، وهو موجود دائما نطلبه بدون مرور بسكرتير، تتصل به مباشرة. صار أقدم شكر تقديري إليه لأنني قدمت المبادرة ووافق بي على طول مباشرة. والتجربة الأولى نفذناها الشهر الماضي يوم 27 كانت المرة الأولى في التنفيذ الشهر الماضي، وعملنا تشجير من أجل النيل. كان موجود بعد أن كان في سفر. كانت في أي منطقة؟ في سقارة، في جيزة. سقارة في جيزة. صار من نفس اليوم قررنا أن تكون هناك التنظيف وتشجير من أجل النيل. طبعا الأشجار أين وضعناها، سيكون هناك التنظيف في كل آخر سبت لكل شهر. آخر سبت لهذا الشهر يوافق 24 بعد يومين يوم السبت. صحيح. هنكون هناك كمان في التنظيف، سننظف. هتختاروا مكان آخر؟ لا نفس المكان. يعني نريد أن على الأقل نعرف أننا نظفنا دولتنا، لأن هذا وطننا الثاني، نعيش هنا، ننام هنا، نأكل من هنا. صار مسؤولتنا أن نفعل ما نفعل في رواندا. كل آخر سبت لكل شهر عندنا في رواندا ننظف الدولة بالكامل. بالكامل. من شرق إلى غرب وشمال جنوب. يجري في رواندا. يجري في رواندا. والجالية الرواندية في كل مكان أنا ما نكون في العالم نعمل نفس العملية. أصلا أعاتب نفسي لأنني بدأت متأخرا الآن 3 سنوات. كنت لو بدأت أولا من أول يوم عندما وصلت هنا لكنت قد وصلت إلى 3 سنوات الآن. والغريب بالذكر تكلمت هذا مع بعض الشركات التي بدأت تعمل في رواندا. السبت الأخير لشهر 12 هيشاركنا 3 شركات مصرية، كل شركة هتأتي ب30 موظفين. 30 موظفين هيساهموا في عملية التشجير تنظيف. أنا في التنظيف عملنا تشجير وسنواصل التنظيف لمدة 6 شهور حتى نرى الأشجار كبرت. سنبقى في هذا الحملة التنظيف. صار مبادرة طبعا مبادرة شعبية كما أشرت، إرادة الشعب لبناء الوطن، إرادة الشعب لتنظيف البلد. طبعا هذا الذي نفعله كرونديين. يعني هو تقليد جدير بالاحترام، ويكفي المغزى والرسالة فين تنبة شجرة من الجالية الرواندية في القاهرة وتفضل المتابعة موجودة شهريا. ده تقليد بالتأكيد جدير بالاحترام. على مستوى العلاقات الثنائية أشرت إلى أن هناك علاقات اقتصادية وهناك رواج في السلع المصرية لدى المواطن الرواندي، لكن هناك نقطة لافتة أنه اللجنة العليا المشتركة فيما بين البلدين آخر موعد لانعقادها كان في عام 2009، لماذا يعني تأخرت كل ذلك الوقت في الانعقاد من جديد في رأيك؟ أنا متأكد أن كان هناك انشغال واسع جدا من قبل مصر ورواندا كذلك. طبعا بعد المشاكل هنا في مصر وأخذ زمام الأمور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نعتبره إنسان الذي فتح الأبواب من جديد في هذه القارة بعد الغياب الطويل، صار هناك انشغال واسع جدا. وهناك انشغال كمان في كيغالي بعد أن قررنا افتتاح السفارة من جديد، وبالتالي محاولة بناء الدولة من جديد. ولكن الإرادة موجودة، وبالتالي نتمشى على نفس التوصيات والبروتوكولات الموقعة سابقا، نتمشى عليها.
نتمشى عليها. وبالتالي أخيرا لاحظت أن رئيسي يزور مصر سنويا، كان هنا السنة الماضية وسيكون هنا إن شاء الله في ديسمبر. الوزراء هناك زيارات متبادلة دائم باستمرار باستمرار. الأمور ما شاء الله ما يرام. أنا مسرور جدا 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 وأقدم شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اختار السفير الأنصاري في كيغالي. هذا السفير يعمل بشكل غريب، السفير يعني المصري في رواندا. السفير المصري في رواندا، كلما أريد أن أتحرك هنا في مصر هو بجانبي، وكلما أريد أن أتحرك في كيغالي وأنا يعني بجانبي. أنتم على تواصل، مستمر. على تواصل مستمر. سؤال، أنا مسرور جدا صراحة، مسرور. طيب. حتى بدون توقيعات والبروتوكولات الجديدة لأن عندنا ما نتمشى عليها حاليا، وقريبا إن شاء الله تكون التوقيعات كمان جديدة، أنا متأكد أننا ماشيين على طريق صحيح. يعني متوقع مزيد من بروتوكولات التفاهم المصرية الرواندية في الفترة القادمة؟ بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. طيب بس يا سفير، يعني بما أنه مصر ورواندا يجمعهما شريان حياة، يعني هكذا نطلق عليه، وهو نهر النيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة يعني دوما يعلن أنه نهر النيل هو مصدر الحياة، وبالتالي يجب أن يكون نقطة تلاقي وتوافق وليس نقطة صدام. كيف ترى يعني ملف مياه النيل وشكل العلاقات بين دول حوض النيل بشكل؟ نحن كرونديين، سياسة رئيسنا فخامة الرئيس بول كاغامي، نترك السياسة لفخامة الرئيس بول كاغامي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن كالشعب لا نعمل إلا زيادة المياه، والمياه لا يزيد إلا بالتشجير، وتشجير لا يتم إلا بمبادرة الشعب بنفسهم. لأن التصحر والقحط في دول المنبأ سيسبب المشاكل في دول المصب، ومصر الدولة الأخيرة المستفيدة من بركة النهر العظيم نهر النيل. صار نحن كالشعب قررنا، شعب رواندا، أن نزيد في المطر بالتشجير، ونترك السياسة لرؤسائنا لأنهم يعرفون كل هذه الأشياء. صار الخوف دائما يأتي من أن نفكر أن المياه هتقل، المياه سيقل أبدا، المياه سوف لن يقل لأننا سنعمل تشجير ونمنع قتل الأشجار. على سبيل المثال، في نفس التحركات الشعبية، هناك شركة مصرية الآن تبدأ تصنيع في رواندا للسخانات الطبخ عشان إيقاف استهلاك الأشجار في الطاقة. ترى كيف؟ صار عندما نوقف قتل الأشجار في الطاقة ونزيد تشجير، المطر سيزيد. عندما يزيد المطر، الماء سيزيد في النيل، ونترك السياسة لرؤسائنا لأنهم قادرون قادرون الحمد نعم. لله. يعني هذا هو فكر الشعب الرواندي وبيعبر عنه في شكل جالية الموجودة في كل أنحاء العالم. ورأيتموها هنا. ورأيناها هنا. عندما نعمل تشجير نريد زيادة الماء. اسمح لنا سيادة السفير نتوقف مع فاصل قصير يعرض لملامح العلاقات المصرية الرواندية، ثم نعود لنواصل النقاش. مشاهدينا من جديد، ما زلنا نتحدث عن العلاقات المصرية الرواندية في هذا الحوار الذي يشرفنا فيه سيادة سفير رواندا في مصر الشيخ صالح عبيمانة. سيادة سفير، في الحديث عما يربط مصر ورواندا ذكرنا أنه اتفاقية التجارة الحرة البينية الإفريقية
من الأمور التي اجتمعت عليها مصر ورواندا. يعني أكثر من 40 دولة حتى الآن وقعت على هذه الاتفاقية. في رأيك كيف يمكن تفعيل هذه الاتفاقية بحيث يعني يحدث إجماع من الدول الإفريقية على تطبيقها؟ لأنه يعني أن تكون هناك منطقة تجارة حرة إفريقية أمر سيعود بالنفع بكل تأكيد على المواطنين الأفارقة وعلى الاقتصاد الإفريقي بشكل عام. كيف يمكن تفعيل هذه الاتفاقية؟ تفعيل هذه الاتفاقية يرجع إلى 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 رؤسائنا، يرجع إلى صناع السياسة في قارتنا، يرجع إلى إلى إرادة الشعب، الشعب الإفريقي بنفسه، أن يبدع، يعلم أنه مش من الضروري أن يخرج أحجاره الثمينة من منطقته إلى خارج القارة، لأن في مصر عندنا كلية علوم المعادن عمرها أكثر من 125 سنة. شفتها؟ الإنسان الإفريقي أن يعرف أن إذا أراد الرخام على سبيل المثال، عندنا أجود أنواع رخام عندنا في رواندا في كيغالي، والشركة المصرية من الإسكندرية، شباب مصريين 21 شباب موجودين في رواندا الآن يعملون هذا في مصنع رخام، ورفعوا من مستوى التصدير، الآن نصدر إلى كينيا إلى أوغندا من نفس أحجارنا. سؤال الأساس عندنا جاهزون الحمد لله، رؤساء عندنا كلهم جاهزون الحمد لله، وبالتالي رواندا ومصر محظوظين جدا، لأن هذه الحملة بدأت بزعامة الاتحاد الإفريقي على على على, على, على يد فخامة الرئيس بول كاغامي، والذي يأخذ زمام الأمور مباشرة بعد فخامة الرئيس بول كاغامي وعبد الفتاح السيسي. صار عندنا ثقة أن هذه الأمور هتتم إن شاء الله، وكما أشرت هناك الدول، بعض الدول التي ستستفيد أكثر من غيرها ومن ضمنها مصر، ولكن في نفس الوقت كل الدول الإفريقية هتنمو، لنا سوف لنكون هناك نهب وسيكون win-win situation ما بين الدول الإفريقية. طيب هل ينتظر من تفعيل هذه الاتفاقية خطوات متزامنة؟ يعني هناك وسائل النقل اللي بتواجه يعني مشاكل كثيرة ما بين الدول الإفريقية، عدم وجود طيران مباشر ما بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، هذا واحد من الأمور يعني التي تعد عائقا أمام تحقيق ذلك. أؤكد لك أن العوائق كلها هتزيل ما دام كانت هناك إرادة سياسية قوية من قبل رؤسائنا والساسة والشعب. الشعب مستعد الآن أن يستفيد من قارته. الساسة عندنا يصنعون السياسة التي تنفع الشعب، والرؤساء عندنا قادرون الحمد لله. سؤال مثلا، إذا تكلمت عن النقل، نتوقع إن شاء الله، نتوقع في شهر 2 السنة الجاية، شهر 2 هتكون مصر للطيران نازل لكيغالي مباشر من القاهرة لكيغالي. عندنا طائرة رواندية ممكن قريبا هتأتي لهنا. هناك فكرة عند فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل من النيل، ويربط النيل بالأبيض. شفت كيف؟ صار إرادة موجودة، إمكانية موجودة، وقادرون، نحن قادرون، أفارقة قادرون الحمد لله. يعني هذا خبر تفيدنا به أنه في السنة العام القادم في بداياته هيكون في طيران مباشر ما بين مصر ورواندا من شهر 2 إن شاء الله. إن شاء الله هتكون هناك الطائرة المصرية تهبط في كيغالي إن شاء الله. أكيد يعني ده شيء حيزيد من قوة العلاقات فيما بين الجانبين. حضرتك يعني خاصة تحدثت عن المواطن الرواندي وإقباله على السلع المصرية، بالتأكيد ده هيضيف مزيد من التشجيع ليه. بالتأكيد. أنا بشكرك جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة من إفريقيا، الشيخ صالح عبدمنى سفير رواندا في القاهرة، وأشكر طرحك لعدد من القضايا ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على المستوى الاجتماعي، على رأسها مبادرة التشجير اللي بيتفضل بها التشجير من أجل النيل اللي بتتفضل بها الجالية الرواندية في مصر. أشكرك جزيلا. أشكركم مشاهدين على المتابعة، في الأسبوع القادم نلقاكم وقضايا إفريقية جديدة. إلى اللقاء.